اقول لك اسمي بالكامل ولا ام احمد بس؟ انا اسمي بالكامل الست محمد عبد العظيم بسيوني. ابويا اللي سماني كده على اسم عمتي. عندي 70 سنه، عندي 4 عيال، ولدين وبنتين، 2 متجوزين و2 لسوان ما جوزوش، وبنتي الكبيره بقت جده، يعني خلي بالك كبيره، بنتها جوزت وخلفت. انا حكايتي هقول لك، مش عارفه لو حكايتي طويله. انا ببدا بس ان مبدا من اول ما جدي مات بقالي 9 سنين زمان كده، وكان سايبني، ظروفي كانت تعبانه، ونزلت كفحت وسددت فلوس وكده، وقفت اشتغلت. كان وقف معايا في المحل، بقف انا بالنهار وكان هو بيقعد بالليل. كان المحل دوت كان زي بتاع زمان خشب، ابتدينا من اول الصفر انا وهو. كنت بعمل سجق بقري برضو، وبعمل اسكندراني وكفته وحاجات زي كده برضو. كنت ببيع سندوتش اول ما فتحت ببيعه ب35 قرش، وكنت باجي الاقي زباين قاعدين على باب المحل ورش، ما كانش حد بتاع اكل هنا خالص، بس كانت متعه بقى. كنا بنطلع نصيف، والعيال كانت صغيره، والدنيا كانت يعني، كان هقول لك الحياه كانت قليله بس كانت متعه. معاهم كله معلم، ال4 عيال متعلمين، ودخلت المدارس. بس انا الغلط ان انا ما كنتش بوقف عيل معايا، انا كنت شغاله مع ابوه ما كانش عايز العيل يطلع، عايز العيل يطلع متعلم، مش عايز يخليه يتجه يتعلم مهنه او اي حاجه. لو انا علمتهم تحتيه هنا كانوا بقى احسن حاجه، كانوا هم اللي مسكوا الشغلانه. بس مولا احمد دلوقتي تحت ايدي، هو اللي بيخدمني. ايام الثوره، ايام الزيارات اللي كانت فيه، اتعمل عمليه وبعدين خدوني وقعدوني عند بنتي الكبيره مركبه 9 مسامير وبتاع شقتين في الحوض. ده عشان قوي، عشان انا اللي عمود البيت، انا اللي كنت بشتغل، هو كان تعبان، هو يعني مرض اثر ومات طبعا، لكن انا كانت الحياه صعبه عليا، بس الديون والناس الدكانات قفلت ومبقاش حد يفتحها. وقفت بقى، قعدت اكمل حياتي بتشتغل، كان عليا فلوس للناس كتير، فطبعا اللي كان بياخد مني بالشهر كان بياخد مني بالاسبوع، ده لي كذا وده. قلت لهم يا جماعه اللي ليه حاجه ياخدها مني، مثلا كل اسبوع حاجه، كل شهر حاجه. كان عليا فلوس قسط لبنتي اللي اتجوزت، قسط هنا قسط هنا، بيت يعني صبروا عليا، صبروا عليا، بقيت اشتغل. اللي بياخد بالجمعه، اللي بياخد بالاسبوع، لما ايه حب هوب سددت حوالي كان عليا حوالي 90,000 سددتهم وانا قاعده كده، يعني سددتهم وانا قاعده بتسد، الحمد لله خلصتهم، مبقاش عليا ديون. الشقه فوق بقيت ابيع حاجتي، انا قاعده على الارض فوق، انا قاعده على الارض خالص يعني، الحمد لله. وهنا الظروف بقت اتلخبطت معايا بقى، بقيت مش عارفه اعمل حاجه. الساحه ابتدت تقل معايا، والفلوس بقى ابتدت تقل معايا، مش عارفه اعمل حاجه. ما بقاش حد يسأل فيا. دلوقتي الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، معاكي قرش تسوي قرش، هو الزمن اللي احنا فيه ده كده. حتى لو اقرب الناس اليكي، لو معاكيش حاجه يبعدوا عنك، معاكي يبقوا قريبين منك. انا ما كنتش شاري الدكانه هنا، ده عامل لو كنت الدكانه دي بحر، البحر اللي انا بطلع بقعد فيه واطلع فيه، اشوف نفسي فيه كده، احس ان انا روحي بترد لما بنزل هنا. لكن غير الدكان ما اعرفش اقعد. بس انا بقاوم اكتر من الشباب، يعني الشباب ما بتقدرش تعمل زيي. بس انا بقاوح واقف عشان اقدر اعيش، فهمت؟ عشان اقدر اعيش واقدر اصرف. انا بعمل بقى، بجيب كيلو سجق بحط، انا كنت بجيب ب50 كيلو، والله العظيم كنت بجيب ب50 كيلو سجق. دلوقتي انا بطلع عليا لما اجيب كيلو سجق، كيلو كبده، سجق بقري، كيلو كيس همبرجر، كيس كفته. لو بحت، عارفه دلوقتي لو بحت 25 رغيف ببص دي وش وضه. دلوقتي في تقدم، الناس بقى بتتفرج، عايزه الاحسن، بتدور على الاحسن، على عنده مثلا شغل، عنده بضاعه، تقدم، ثلاجه كويسه تحط فيها. والله العظيم انا متهيألي بقالي يمكن 10 سنين ما ضحكتش،
الناس بتقول لي انت ما بتضحكيش، اقول لهم اضحك ازاي؟ انا مش عارفه، انا مش حاسه ان انا سعيده.